إذا نبدأ في تصحيح هذا التمرين. التمرين يتعلق بالتجاذب الكوني. إذا نص التمرين، إذا نعتبر جسمين نقطيين واحد واثنان كتلتهما على التوالي ام وام بريم تفصل بينهما مسافة دي، لتكن اف قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الجسم اثنان على الجسم واحد، و اف بريم قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الجسم واحد على الجسم اثنان. والسؤال شنو هو؟ السؤال ما هي المميزات المشتركة للقوتين اف و اف بريم؟ المميزاتين المشتركتين بينهما، اذا مع العلم ان لهما نفس. اذا نمشي نجاوب على السؤال، الإجابة القوتين اف واحد و اف بريم و اف لهما نفس خط التأثير ونفس الشدة. نعم، إذا نمشي للسؤال الثاني، ما هي المميزات الغير مشتركة للقوتين F و F بريم؟ ثانيا، القوتين F واحد و F بريم لهما منحيان متعاكسان ونقطتي تأثيرهما مختلفتين. نعم، شو السؤال الثالث، اعطي تعبير شدة قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الجسمين على بعضهما البعض. اذا اف بريم و اف اف بريم و اف متساويتان في الشدة وشدتهما على التوالي هي كالتالي. اذا اف بريم، اذا اف تساوي اف بريم تساوي جي في ام في ام بريم في دي اثنان. اذا حصلنا الان على شدة قوتين متساويتين. سؤال اربعة، اعطي او خمسة اربعة، احسب شدة قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف كل منهما على الاخرى، ونعطي ان الكتلة 10 غرام لكل جسم، أما المسافة بينهما هي 5 سنتيمتر، إذا خصنا نحولها للمتر. السؤال الأخير، مثل على الشكل التالي القوتين F و F بريم هنا بهذا المكان. إذا رجعوا نتابع، إذا أولا عندنا رابعا، إذا F كتساوي جي ام في ام بريم على دي أس اثنان، ها هي. ثم كتساوي لنا F كتساوي 2.67 في 10 ناقص 12 نيوتن. إذا تجانس الوحدات يجب أن تكون وحدات متجانسة، إذا خصنا ناخذ المتر، وهنا خصنا ناخذ الكيلوغرام، هذا هو اللي خصنا. ثم F خصها تكون بنيوتن، مع العلم ان الوحده ديال جي هي نيوتن، متر اس اثنان، متر اس ناقص اثنان. اذا غنمشي الجرام مع الجرام، كيلوغرام مع الكيلوغرام، المتر اس اثنان مع المتر اس اثنان، ونحصل على النيوتن. ونمشيو للتمثيل هاتين القوتين. اذا خامسا، اف قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الجسم اثنان على جسم واحد، و F بريم قوة التجاذب الكوني مطبقة من طرف الجسم واحد على الجسم اثنان. إذا F بريم، إذا لتمثيلهما خصنا يكون عندنا منحيان متعاكسان ونفس الشدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.